متتبعي جريدة فور تنمية، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لموسم روابط الرحمنة في نسختو الثانية. أولى حلقات هذه التغطية والمتابعة الإعلامية ستكون رفقة الدكتور الباحث محمد ناجي بن عمر، اللي غادي نحاولوا وإياه مسألة التاريخ في علاقته بمنطقة الرحمنة، وكيف يمكن أن تلعب الثقافة دورها الحقيقي في التنمية المجالية. أعتقد أن الاشتغال بالترجمة في مجال من مجالات تاريخ المغرب كان ولا زال أحد أهم المحطات التي حاولنا من خلالها الانفتاح على هذا التاريخ ومعرفة خباياه، على اعتبار أن المادة المصدرية في تاريخ المغرب تتراوح بين الكتابي والشفوي والكتابي مستويات، منهما كتب في باب التاريخ ومنهما كتب ضمن كتب التراجم أو كتب الحوليات إلى غير ذلك. لماذا الاهتمام بالنص الغربي وعلاقته بتاريخ المغرب؟ على اعتبار أن الكتابات الغربية تشكل قراءة في تاريخ المغرب من منطلقات متباينة وذات أهداف متعددة تتراوح بين الإثنوغرافي والسوسيولوجي والأنتروبولوجي، قد نقول ذات أبعاد كولونيالية أو قد لا نقول، هذا نقاش آخر. الهام بالنسبة لنا باعتبار نهتم بهذا الموضوع أنه نافذة أخرى للإطلالة على تاريخ المغرب، على اعتبار أن كلما تعددت زوايا النظر إلى الشيء كلما أمكن للباحث الوقوف عند تفاصيل دقيقة وتفاصيل تغني وجهة نظري في موضوع من المواضيع. أما فيما يتعلق بتاريخ الرحامنة فالمجال بالنسبة لي، رغم الكتابات التي عرفتها الساحة العلمية بالمغرب من أواخر التسعينيات أو أواسط الثمانينيات التسعينيات إلى الآن، أظن أنها لا زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث والتمحيص، على اعتبار أن المادة المصدرية بخيلة جدا، وأن الحصول على الوثيقة باعتبارها محط استنطاق ومحط استقراء تطرح أكثر من مشكل. كل ما كتب عن الرحامنة لم يكتب في التاريخ، وإنما كتب في مجالات مختلطة ومتشابهة يتدخل فيها التاريخي بالديني بالعقدي بالسوسيولوجي إلى غير ذلك. ولكن لما نستقرأ الكتابات الغربية نجد أنهم أفردوا لرحامنة فصولا، ومنهم من أفرد لها أكثر من فصل، على اعتبار مركزيتهم، أعني بذلك الرحامنة، وطبيعة المجال الجغرافي الذين يوجد به، فضلا عن كونهم يشكلون فسيفساء ثقافيا في المغرب وفسيفساء تاريخيا، على اعتبار أننا نفرق بين القبيلة المجال والقبيلة العرق، وهي جماعة لعدة أجناس وعدة أعراق. والكتابات التي تناولتها غالبا ما نحت منح الوصف ومنح التقرير وليس منح الدراسة المبنية على أسس علمية متينة جدا. وأعتقد أن اهتمامنا بالكتابات الغربية هو نريد أن نوفر نصوصا للباحثين، على اعتبار أننا أتيحت لنا فرص قد لا تتاح لهم، نوجد لهم المادة المصدرية ليشتغلوا عليها ويقاربوها انطلاقا من قناعاتهم العلمية والأكاديمية وانطلاقا من توجهاتهم التي يمكن بطبيعة الحال أن تفيد المشهد المغربي. صحيح أننا واجهنا ولازلنا وما زلنا نواجه مصاعب، وهذا من طبيعة البحث العلمي، ولا ندعي أننا وصلنا إلى منتهى، بل نحن في ورش مفتوح. وأعتقد شخصيا أنني منذ ما بدأت المشروع منذ 19 سنة خلت، المشروع لا زال مستمرا ولا زلت أبحث وفق الإمكانيات وفق ما يسمح به الوقت وما يسمح به الخيار الاستراتيجي الذي ننتقل منه أساسا والذي نروم منه شيئا أساس، وهو الانفتاح على الثقافة المغربية برحمنا انفتاحا علميا أكاديميا، وليس انفتاحا مطبوعا بالتأملات ومطبوعا بالخواطر ومطبوعا بالتباكي على الأطلال كما هو ديدن مجموعة من الكتابات في المغرب.
ونحن لسنا مبدعين في هذا المجال، فقد كان للمغرب كله مؤرخوها، كان لسوس المختار السوسي، وكان لشمال بن داود فقيه داود، وكان لعبدة صاحب تاريخ أسفي وما إليه، وكان للصويرة الصديقي إلى غير ذلك. بمعنى أن كتابة التاريخ الإقليمي هذا شيء فاشن عند المغاربة، لكن ما يجب الانتباه إليه عندما نشتغل على تاريخ أرحامنا هو أننا لا يجب أن نركن إلى الموجود، وإنما يجب أن نستنطق الكتابات سواء في بطون العلوم التي توجد فيها أرحامنا ضمنا، وأقصد بذلك كتب التراجم وكتب التاريخ وكتب المناقب وكتب الكرامات، نجد فيها أسرارا قد لا نجدها في الكتب التي صنفت أساسا في المجال.